الله يا شباب، هالسيف راح نكمل اللعب. لا يا حمود، الحين وقت صلاه مو وقت لعب، ولازم تصبر من نص ساعه الى ساعه من وقت المغرب، وبعدين بنكمل لعب. وايد ساعه ليش نتهيأ؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم، فان الشيطان ينتشر هناك، فاذا ذهب الساعه من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب، فان الشيطان لا يفتح بابا مطلقا. عليه الصلاه والسلام.